هو ماشي من اليوم يتاجروا باستثناء أقلية في الحقيقة ناس شرفاء، معظمهم كانوا تجار هما في الحقيقة يتاجروا بمسألة حقوق الإنسان في فرنسا وفي أوروبا وفي أمريكا إلى غير ذلك. فهمت، من قبل هما تجار نتاع حقوق الإنسان، فهمتني، ناس انتهازيين ومرتزقة كيما الناس أخرين يتاجروا بالإسلام. فهمت، يعني فما تجار حقوق الإنسان وتجار الإسلام اللي هما اليوم في الحكم، ما تقول فهمتني، هما اللي اليوم في الحكم. إذا شوف، أنا مراش الحق مراش مخرج وحل للأزمة هذه اللي تنجم توصل إلى معناها أشياء خطيرة جدا للمستقبل.